Fresh hits on Radio Tomorrow. Home Sawtelghad. نبعيد جاي الهنا يا طلة الزوار هون صوت الغد وعتاب ترقص هلا ونحنا نعليها يا حباب صلوا يا حباب صلوا معي تبقى لنا هالدار والعز راعيها هون صوت الغد الموسيقار ملحم بركات أكبر تحدي أن أكتب مقدمة عن الموسيقار وعن السفير الفني للبنان، لأن كتابا سميكا لن يكفي لوصف ما قدمه للبنان. هو ركن أساسي من أركان الفن اللبناني الذي طبع لبنان بخصوصية مميزة وفريدة تقوم على حضارته وبيئته وشعبه ولغته. هو الموسيقار الوفي للبنان الذي يغزل الفن كما الربيع يغزل الورد ليزرع بهجة ونشوة من شميم عطر أرض لبنان القدسة. كيف أصف صاحب صوت باستطاعته أن يحل مكان أجمل الآلات الموسيقية، باستطاعته من مخيلته أجمل الألحان الخالدة، ومن حنجرته الأغنية العذبة الجامعة بين علو الجبال اللبنانية وشموخ أرزه وجمال طبيعته، وصاحب إداء ينبع من عمق القلب يلامس العقل والنفس ووجدان الوطن، وصاحب تاريخ فني عريق ستنهل من فكره وإبداعه الأجيال القادمة. كيف أصفه والكلمات تخجل أن لا توفيه حقه؟ مؤخرا هو المادة الدسمة للصحافة الورقية والمرئية والإلكترونية. هو أبو مجد وصاحب مجد ستتذكره الأجيال، الموسيقار ملحم بركات. أهلا وسهلا فيك مجددا بسيدني، اشتقنا لك كتير كتير كتير. صباح الخير والفل والياسمين، يعني كتير هيك علي. شو كتير؟ كلام الحلو. شو كتير أبو مجد؟ كتير هذا الكلام. ليش كتير؟ يعني ما كتير. عد الأيام ويا مرحبا وكتير؟ يا عم ماشي الحال، أنا بشكرك على حالي، بشكر عطفتك. كيف حالك؟ اشتقنا لكم يا عم، اشتقنا لكم. ونحن اشتقنا لك كتير، بنتمنى كل سنة تزورنا. طبعاً. كل سنة. هذه وجبات والله العظيم جد. كيف كانت هالسفرة؟ تعبت فيها؟ مين ما بيتعب فيها هالسفرة؟ كل الناس بتعرف اللي بيسافروا. بس بتحب أستراليا؟ بتنسى. طبعاً طبعاً. بتنسى طبعاً التعب طبعاً بس تشوف طبعاً المحبين. طبعاً. وحياتك انت انه ببقى جاي من كل قلبي، يعني قديش المسافه متعبه وطويله بس بيجي من كل قلبي والله العظيم جد. وفي لحن هلا ولد بالطياره، بحب اللبنانيه والعرب الموجودين بهالبلد، بحبهم كثير جد. نعم، في لحن ولد بالطياره انت وجاي؟ لا والله كنت ولدت انا عشوائي. ما تعبت. اللحن ما ولد. طبعا هذه من زمان قلت لجيتها وقت عملت حبيبي انت عملت بالطيارة انا وجدي. مرحبا، عنوان اغنية للنازحين، عنوان اغنية بتنفع لكل شخص، لكل الناس. هذه حلوة كتير للمناسبات الاعراس. بس كمان مرحبا، يعني قلت انه بدك تقدم اغنية انطلبت منك من النازحين لازم تعمل شيء، ما بعرف هالاغنية حسيتها كتير قريبة بمعناها مرحبا وشرفتونا. الفكرتها والمعاني تبعها بتمشي على الكل. نعم ان شاء الله ما حدا بينزح من حب من بلده، ان شاء الله كل الناس ترتاح بلاده. ما نحن اول الاشخاص اللي نزحنا من بلدنا، نحن اول الاشخاص هجرنا، المغتربين هلا اللي عم بيسمعونا.
اي والله. وحضرتك سفير للبنان. كانوا شوف لا تعرف المؤامره، كانوا السوريين يضحكوا علينا انه انتم عم تقتلوا بعضكم مش عيب وما بعرف ليش صار فينا النحره. يلا ماشي يلا ماشي ماشي، ما دخلوا الشعب هذا السياسي. ابو مجد اي شو السر انه ابو مجد عطول ماده دسمه بالصحافه؟ ليه ابو مجد دونا عن غيره؟ اذا تنفست بتحكي الصحافه. شو لو تشوفي هلا بيروت شو لو لو شوف يعني انه بدي بدي اشوف بس على التي في راديوهات المواقع الالكترونيه ما في حدا لو عم يحكي عن ابو مجد. طبعا ليك لك لا، لانه انا عندي صداقات كثير ومعلومات كثير وكل الناس ترتاح لي تحكي قدامي كل شيء، فانا بخبر الناس خليني يعرفوا. عرفت كيف؟ بسمع وبحلل وبالنهاية بيطلع معي حق. طيب بدي اسالك بصراحه، شو سر النشاط الكبير؟ يعني اغنيتين خلال اسابيع قليله، هو عدد لم تطلقه بسنوات. انا من النوع لذلك شغل ما هي ما انا لو الساحه مثلا هيك فيها فنانين يعني بتنافس انت وياهم، ما في شيء اليوم. ما في، كله مثل بعضهم عم بينزلوا، ما في شيء مغير، كله بقلدوا بعض. والمنافسه كثير حلوه، بتعمل نشاط، بتعمل حياه، بتعمل حيوية. هي اللي اثرتك بالسنوات الماضيه؟ نعم هي اللي أثرتك وخلتك. عدم وجود فنانين. أنا كتير صبرت ونطرت، كنت على أساس أنه ناطرين لأن يعملوا حكومة بلبنان لأنه ترتاح الناس، الفاضي الناس تسمع أغنار. بس لما جيت بدي إجي على أستراليا قلت يا صبي لا، لازم تنزل شيء قبل ما تجي على أستراليا. نزلت هلا طبعا كرمال عيون الأستراليين. طبعا ونحن بدنا نرد عليك، أنت بتقول مرحبا شرف، نحن بدنا نقول لك مرحبا وشرفتونا. اي طبعا حبيب قلبي كلك ذوق. فقلت انا احسن ما اجي ايدي فاضيه مثل ما بقولوا. لا لا احلى هديه، احلى هديه. وانت احلى هديه. من اسبوعين نزلنا هون لتعرف انه اجمل هديه لاستراليا حضورك معنا. طول عمرك. ابو مجد، اليوم تساؤلات كثيره حول ما حصل بينك وبين نجوى كرم. يعني هذه العلاقة من الصداقة اللي جمعتكم سوا، كيف تفككت؟ سبع سنين. أصحاب يوميا كل يوم نشوف، كل يوم نشوف. نعم. زوجوكم بفترة وقالوا انفصلتوا بفترة. نحن ما جبنا أولاد. طب صحيح أنه أنتوا ألفتوا الخبرية، أنت ونجوى سوا حبكتوها وألفتوا الخبرية؟ أنا بصراحة. طيب بدنا نحكي. لا لك شغلي، أنا كثير صريح، بس أنا اتفقنا احنا أنه ما بقى أحد نجيب الموضوع هذا، بس أنا كرمالك هلا قبلت أنه أحكي في هذا الموضوع، لأنه نحن مزبوط. قلت أنه ما بدك تحكي، قلت ما بدك تحكي. مزبوط. أنا بس بقول له كل امتعين هالإهمال والعناد هو اللي وصل هالشغل لهون. الإهمال والعناد. والعناد. إهمال مين وعناد مين؟ اثنيناتنا إهمال. هملنا بعض اللي فيش اتصالات وراحت قصة إهمال. ما بعرف هو إيه بالنسبة لها، هي ليش صار هيك ما بعرف. ما فينا حل. إنه مين ما كان عم يتصل بالتاني؟ كنا تعطونا نحكي مع بعض. طب يوميا بين 10 و15 تليفون بين بعضنا ونشوف بعض ونحكي فجأة نصطب وقف كل شيء. انتو حبكتوها لقصة الحب اللي بيناتكم، سواء انه منا مزبوطة وحكيتوا عنا؟ ما بديش احكي في الموضوع. طب ما الناس بدها تعرف ابو مجد. خلص حابين يعرفوا. انا بحبش احكي فيها في الموضوع، انه انا وعدت انه ما بتراجع، ما بدي احكي في الموضوع. صحيح انه تهددت بالقتل من قبل خيي. قلت لك بديش احكي في الموضوع. عم تجريني انت. طب ما حكيتهم قبل. ما حكينا بس انه اتفقنا خلص، لانه دغري بيصل الخبر، بصير وقت تفتحي حكي كثير تحت، خلينا بلاه. طيب ما رح احكي عن هالموضوع بما انه حضرتك مش حابب تحكي عنه، مع انه كل الاستراليين ناطرين بدهم يعرفوا. رح تغني مع نجوى كرم مجددا؟ لا ابدا ولا شيء، حتى لو صار في اتصال من قبلها؟ ولا شيء، هي وماجد الرومي خلص. طيب ما ماجد الرومي انه تعاملت معه، اعطيته اغنيه بس انه ما غنيت ديو معه. اغاني اعطيته مش اغنيه. اغاني ايه، بس انه ما كان في ديو معه. كان رح يصير
ما المشكلة تعرف شو؟ إنه الفنانين بيفكروا اللي حواليهم مريحون عارفين مريحينهم يعني، بالعكس عم بيزعجون وعم يعملون خلافات مع الفنانين ومع الناس. هذه مشكلة كبيرة عند الفنان. الفنان ما بده ناس تهوبر حواليه وتهدد وتعمل، بده ناس تفكر. نعم. يكون عنده أفكار تحل مواضيعهم مشاكل وعرفت كيف. نعم. هذه مصيبة عند الفنانين. طيب. حدا عنده حدا هيك فهمان يدير له أعماله ويدير له شغله ويدير له حياته. كل الناس بتهوبر. إنه بتقصد إنه في أشخاص عم بيأثروا على نجوى كرم وعلى سيدة ماجدة الرومي. طبعاً. طبعاً. وهيدا أثر على علاقتك فيهم. طبعاً. هذه العلاقات شخص واحد بينزل. طب هذا نفس الموضوع حكيت عنه سابقا بلقاء سابق بيني وبين حضرتك، والكلام كان عن السيدة فيروز. نعم. في تأثير وما صار فيه تعاون، ما زبطت. مع أنه عملنا أكثر من لقاء ما زبطت. كيف كان في ناس عم تحرطي؟ ما بدي نصير في لقاء إياه. فأنا آخر شيء فهمت الموضوع هذا، سكرت البيت تبعي وقعدت بالبيت، ما بشتغلت مع حد. بس معقول انه الموسيقار ملحم بركات، معقول وعذرا يعني على كلمه، معقول انه ما تعطي لحن لفيروز؟ انا كنت ناوي من كل قلبي بس ما زبطت. موجوده الاغنيه ابو ماجد، موجوده الاغاني حاضره، ثلاث اربع اغاني بس طلعوا اقوى مني. هودي اللي عم بيحرطوا على هذا الموضوع طلعوا اقوى مني. وقفوا. صحيح انه في أغنية ديو بينك وبين سلطان الطرب جورج والسوف ولا ايه. ولا إشاعة؟ إيه موجودة. سجلتوها؟ لا بلا سجل موسيقى. وعلى أساس هو بده يسافر كان على قطر عارش عندهنيك وبيصير جمع حبشوتنا عليها. عن شو بتحكي الأغنية؟ عن شو بتحكي الأغنية؟ بتقول ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت. الله الله الله. ايه. طيب أبو ماجد حضرتك ايه. تصر على اللهجة اللبنانية رح تخلي الوسوف يغني لبناني محط؟ ما هيدا لأنه ما فيش ناس بيقوموا بهالشغلة هذه بيعرفوا يعملوها هالشغلة هذه كله على اللهجة المصرية. اللهجة المصرية بقى هلا ببيروت مثلا راغب بلش بده يعمل اغاني لبنان، تاخر ما بقى تزبط معه لانه جيل بكامله صار عارف انه راغب يغني باللهجه المصريه. طيب ما كمان عندهم جمهورهم يعني عم بيغنوا باللهجه المصريه. انا ماني ضد يعني بس لهم جمهورهم. بدي لك شغله على الشيء. انا معك 100% على فكره، ما تفهمني غلط، انا معك 100% انه لازم نحافظ على لغتنا. خلينا اللي شغله مع الشيء. نعم. الناس بتفهم أنا شو بقصد. الوطن كتير غالي بشعبه بكل شيء بترابه بصخور. الوطن غالي فهمتي؟ رجعت لك إياها؟ طبعا. الوطن غالي. طيب الوطن غالي بس كمان نجحوا بلغات يعني بلهجات أخرى. عم برجع بقول لك إياها، الوطن غالي. طيب رح تخلي هلا الوسوف يغني لبنان؟ ليش لا، هلا انا من زمان غنيت غنيتين ثلاثه بمصر وقفت. كنا برا مسافرين ومضطر كنت اعمل تابلو على المسرح هيك، تابلو مصري تابلو لبناني تابلو بدوي تابلو فرانكو عرب، كنت عم نوع لانه كان الناس حتى ما خلي الناس تطلب شيء يعني ما غني لحدا مثلا او شيء، فهمت علي كيف؟ بعدين وقفت رجعنا على بيروت وقفنا. بدك تح بدك تقف حد بلدك. اتأثرت سلبا يعني اليوم لا في شغله لك شغله، هن في بعض الفنانين بخلة جدا يعني بيروح على مصر بيعمل 6-7 اغاني بيطلع قد غني ثاني بلبنان بس بيعملهم باللهجه اللبنانيه، فهمتيني كيف؟ نعم. هذا البخل كمان بيشتغل دور. طيب ما كمان في شح بعدد الملحنين الكبار في لبنان يعني كمان ما عم تطلع ألحان كتير كتير حلوة، فبيقول لك أنا بروح على مصر أو يمكن بعض الملحنين عم بيطلبوا كتير مثلا لقاء أغنية. لايك حبيبتي مواهب قليل كتير. بدي لك شغلة، هلأ الموسيقى بدي قالي بيقدر يعمل غنية اليوم بس ماشي بتطلع غنية بلا معنى. ما فيش مواهب
المواهب موجودة عند ثلاثة بالعالم العربي اليوم، بس بيقدروا يعملوا أغنية وأغنية غير شكل. أما الباقيين كلها موسيقيين بلحن، وأنا بعرفهم يعني كانوا موسيقيين، مثلا مثل شو اسمه بيت الخوري، شو اسمه عندنا بلبنان مروان خوري. طيب مروان خوري كان يدق معي من زمان موسيقى أورك. طيب بس أنه مش غلط أنه إذا كل واحد بيعزف يرجع بعدين يلحن أنه لا لك شغلي لا، الموهبة بتخلق مع الإنسان دغري من دون من دون ما يدرس، من دون ما يصير عنده معلومات عن الفن عن الأغنية، غير ما يكون واحد موهوب. أنا كنت لحن جرايد، حتى الجريد ولحن. هذه موهبة مش موجودة عند كل الناس مثلا. بس في ألحان احنا بيت الرحباني من خلقه من بطن أمه. طب الفنان مروان خوري هلأ كل أغاني ولا أغنية عجبتك؟ لا عم بقول لك انه كان عازف، عم نحكي عن العازفين، كان عازفين وصار يلحنوا، قلت لك مثل مروان خوري كان عازف وصار يلحن. الموهبة في كتير مواهب ما بدقوا آلة، ما بدقوا آلة موسيقية وبلحن من دون آلة، كيف إذا بيعزف إذا بصير يعني عنده معلومات عن الفن وعن الموسيقى وعن عم نحكي نحن الموهبة تخلق هي هيك. أي لحن؟ أنا كان بي كان الوالد على عود على السماع يدق، تعلمت منه أنا يحط العود على ظهر الغزالة نزله أنا بس يفله وقعد صدق لوحدي، صرت أعرف دوزن العود، صرت أعرف تعلمت الأنغام لوحدي. هيك بده واحد يصير. ما عزفتش بحياتي، ما عزفت على المسرح ولا عزفت بأوركسترا ولا شيء، بس تعلمت العود لحتى أنا أخذ يصير عندي معلومات عن الفن وعن الأنغام وعن الموسيقى. بس يبقوا عايزين عازف يعني مروان خوري عازف صغير بدقه كتير حلو، ممكن يشتغل معي. طيب صار ملحن، عامل ملحن، حاول مش حاله عامل ملحن. طيب واليوم كتير هيك عايزين، اللي بيعزف كمانجا، هذا اللي بيعزف عنون، اللي بيعزف كانوا صاروا عم بلحن، يعني هودي خلقوا تيعزفوا مش تيلحنوا، لأنه اليوم الألحان صارت كتير هيك ضعيفة، يعني ما في شيء ما فيش هيك الأعمال. يعني مثلا أنا هذه حبك كبر كتير، ما حدا اليوم بيعمل هيك قطعة، ما حدا بيقدر يعملها. طيب ما أنت أبو مجد شو الكل؟ لا مش عم نحكي أنه أنا أبو مجد، حضرتك موسيقار اليوم، يعني كرمال هيك حصلت على هذا اللقب، اللقب موسيقار ما بينعتل من من كان. مش عم تفهميني مضبوط أنت، عم قل لك الموهوب بيخلق موهوب، الله عطيه موهبة. يعني اليوم العازف مش ملناش كتير موهبة، يعني بكون واحد عنده دينه موسيقى يتعلم عازف بيعمل عازف، ها عم بيعملوا ملحنين هاودي مش عم تزبط معهم مزبوط. خديها مني أنا بحكيك أنا بمنطق وبدراسة، مش إنه كيف ما كان حكي معك. الموهبة منا هيدي، مثل وقت في ليمون موهبة، أنا بعرف في ليمون دوزان العود بيعرف يدوزنه، لكن أنا كنت دوزن له العود كان يعمل كل أغنية لطيفة يخرب الدنيا فيها. يعني هي ترجع للروح الإنسان ولا موهبة من عند الله سبحانه. سبحانه حاول كثير يقدر يقلده، ما حدا قدر. طيب ما أبو مجد، ما كمان الفنانين في لبنان مثل ما سبق وحكيت عدد الملحنين كتير قليل في لبنان، هلأ صاروا أكثر من المطربين. طيب ما هلأ كنا عم نحكي أنه مش كلهم ملحنين مش كلهم ملحنين، وهلأ عم نقول أنه بينقلوا. المشكلة الأساسية أنه الفنان عندما سيأتي سيتعاون مع أبو مجد على سبيل المثال مع الموسيقار، بيقولوا عنك صعب، بيقولوا عنك صعب، لا 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 وعصبي. أهين إنسان بالدنيا أنا، ما في أهين مني أنا، بس أنا لأنه ما بي 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 ما بيسمعوا مني أوقات، ما بينتبهوا أنه عم تعاملوا مع شخص صار عنده خبرة بتاريخ وراء، ما بينتبهوا هيك بي خاصة اللي بيتعاملوا مع الشباب الجداد اليوم، بفكروا أني أنا مثلهم بالدنيا، أنه أنا ما في، أنا بعمل جملة موسيقية اللي بقول له ما في في هالجملة بدها تمشي هاي وخلص، يا بتعمل ما أنا بدي، ما أنا بشوف هالغنية. لكن بالأيام أيام ما كان عبد الوهاب وأم كلثوم هالمجموعة الكبيرة هاي، كان في 4-5 بالعالم العربي بيعرفوا كيف بيلعبوا، بيعرفوا كيف الغنية، كيف لازم يعملوا الغنية للناس. اليوم أنت إذا بدك تعمل غنية لازم الناس تغنيها قبل ما يغنيها المطرب، ما انت عم تعمل لتغني الناس تنبسط الناس، مش بعمل اغنيه بعمل عمل انا ما حدا يقدر يغني. شو له معنى هذه الغنيه؟ لازم تغنيها الناس حتى تكون اغنيه، تسميها اغنيه لازم الناس تغنيها. نعم
منذ أشهر قليلة ودعنا وديع الصافي، وأنا بعرف أنه تربطك عليه بالصافي كتير كبيرة. بعرف مش بس انزعجت أنه فل من هالدنيا، لا انزعجت لأنه ما كرمه مزبوط، يعني لما البطرك ينزل يصلي على جسمنا وكان شغلة مناش طبيعية، كانت حرام. 70 سنة هذا الزلمة حامل الأغنية اللبنانية ودير بالعارة، وأول من بلش يغني اللبناني يعني بعد الإجابة الرحبان وفيليمون وكل هالمجموعة وزك وكلهم، يعني له تاريخ كبير كتير. مش هيك بتكرم، يعني مش هيك بتكرم، يعني أنا انصدمت وصار عندي نوع من الإحباط والله العظيم جد، هيك قرفت، صار عندي نوع من القرف إنه فنان قتل حاله. وديع صافي اسم 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 كبير كتير، مش هين اسمه. طيب ولو كان لازم يكون في حضور سياسي أكبر، مش قصة حضور لك طز على السياسة كله مع السياسي، مش هذا اللي عم نحكي. تكريم بكرمه، مش هيك بكرم الفنان، الفنان بي 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 الدولة بتهتم فيه بأخرته، خاصة أخرته. هيدي منطقة اللي عم بصير، هاي منطقة صباح مثلا كيف عايشة. ودي الصافي قضى 10 سنين، آخر 10 سنين كله ضل مريض ومعتر من القهر، ما أنا بعرف كنت قاعد هناك، كان ينقهر كتير ينقهر كتير. ما بيجوز فنان يحس حاله إذا مرض يخاف إنه ما حدا يهتم فيه، مش يخاف يموت، الموت منه ما بيخوف الموت، الله بكم بده يخلص، بس يخاف إنه ما حدا يقف حده وما حدا ما في. نحن بلبنان الدولة لهلا مش معترفة بالفنانين، مش معترفة فيهم، لا معترفة بأعمالهم، لا بتحملهم أعمالهم. طيب ما الدولة مريضة أبو مجد، يعني الدولة تعاني من مرض، مش قصة مريضة، لا مش الدولة مريضة، الناس الحاكمين مرضى، هؤلاء الحاكمين مرضى. بتلاقي قاضي دارس 30 سنة لعامل قاضي بيطلع فيك بيقول لك مين هذا ملحم بركات، كل العالم مشهور، كل العالم تعرفه، أنا قاضي فرق ديني لدرس حدا بيعرفني. هيك بفكروا اللبنانيين، هيك بينظروا للشغلة، ما بيقدروا. في عنا اليوم حكومة جديدة، ما في نتأمل إن شاء الله هالحكومة. لا تتأمليش حبيبي كتير متشائم. ألفوا حكومة دغري على وش طلع انفجار، دغري عطوا له انفجار. هلا إن شاء الله فكرك أنت بلبنان إن صار في حكومة حيرف تفجيرات هودي، لا مش عارف شيء، الله يسترنا. الله يستر. ملحم بركات يعني اليوم يعني جينا على المطار وكنا مدك دي مثل معزة هربني لنصار على المطار نهرب، هاي حياتي بلبنان، هاي منا حياتي. نعم، بس بنفس الوقت بنحكي مع أصحابنا. بدي أحكي بالسياسة، لأنه إذا بدي أحكي بالسياسة بجرح كثير. أنا عارف ما بدي أخدك على السياسة، بس ما بعرف كيف الحديث بياخدنا على السياسة دغري مباشرة. معقولي ببلد 10 أشهر لقدروا ألف حكومة، وعم السيرة دي كان رئيس وزارة من زمان 3 أيام معه، بس 3 أيام لألف وزارة، شو هلا 10 أشهر؟ هلا في عنا إشارة من هون ونطرين إشارة من هون وقالين عنه يعني الإشارات، مع الإشارات بلبنان كسرناها، الأزرق والأحمر والأخضر والأصفر كسرناهم، نمشي بدون إشارات بلبنان نحن. نعم، ونطرين ليجي إشارة من هون من هون تألف حكومة. شو هالبلد هذا؟ شو هالبلد هذا يلي كل طائفة تابعة على دولة بلبنان؟ شو هالمسخرة؟ ما حدا تابع لبنان المعطر، هذا لبنان معطر ولا معطر لبنان؟ مش عارف. نعم، شو رأيك ببرنامج The Voice عبر الـ NBC The Voice، الصوت كل أجمل صوت حلوية. بس ما المشكلة نحن العرب بدنا نلحق العالم بالتطور بكل شيء، ما فينا. يعني اليوم أنت اللي بتعمل هيك برنامج ويطلع عندك أصوات جميل، وبعدين تتركيهم ترجع تاني سنة نعمل البرنامج ذاته وتتركيهم بيطلعوا وبينجحوا وتتركيهم، ما في هذا، ما بتزبط عنا بالعالم العربي. 90% مش 99% بالعالم العربي ممنوع المغنى، ممنوع تغني، ممنوع تكون اسم مطربي، ممنوع ترقصي، ممنوع. كيف بتتطور العرب؟ كيف بنتطور؟ كيف بده يصير في تطور؟ وين صار برنامجك؟ ايوه، مش كان مفروض انه يكون في برنامج رح تقدمه؟ وهيك حكينا باللقاء السنة الماضية. انا معيش الجلاد، ما عاد الجلاد هيك صار عندي نعم الخمر لك، ما عدري قلت لك ما فيش منافسين. طب ما نحن ناطرين الفن لك، بالاقتصاد في منافسة، بالسياسة في منافسة، بالفن في منافسة، إذا ما فيش مين يحب وجهك وتنافسي وينافسك ما بموت الفن، بصير يروح بصير يبينوا هالبلايط الصغار، بصير يبينوا على الفاضي، هذا ببيع له شقفة أرض، بيعمل له
غنيت ثلاثة لابني آخر شيء بيقعد البيت بيطفر هو بيه وبيندم ليش بعت الأرض. ما في أنا ما حدا وقف حدي ولا حدا مساعدني ولا شيء ولا شيء. أنا وعملت حالي بحالي ومثل الوحش كنت هاجم. الفقر والعذاب والشعب يا هن اللي بيعملوا فنانين. أنا كنت نام بسيارتي بسوريا وقت اللي هربنا على الشام، كنت نام بالسيارة 18 يوم ياكل فستق مالح ما معي آكل. هذا اللي فجرني، هذا اللي خلاني أطلع فن مني. اليوم ماشي يوم بنص ساعة بروح بصور غنية الفضائية، بنص ساعة بصير بيسمعوا فيه 200 مليون شو، وبعدين بيقعد بصير 200 نملة حواليه بده ياكلوه. نعم نعم، يعني هذا اللي عم بيحصل اليوم بهالبرامج اللي عم تطلق الفنانين بشكل كتير كبير. بتصير مش مضطرين يحطوا شو مكان، مضطرين يطلع لأنه بدهم يعبوا برامج، عبوا وقت ما في. ليه ابو مجد غايب بلبنان بحياته بتاريخ الكون كله؟ نعم. مطرب ما بيدفع مصاري تسمعوا له غنية هيك بلبنان، يا يعني بيدفع مصاري. هي روتانا عملتها هالطريقه لتسيطر هي على الاذاعات وتسيطر على الساحه الفنيه. تبعت غنية مثلا على صوت الغد بلبنان بيدفع بيبعثوا لهم معهم 10000 دولار بس يركزوا عليها الغنية. هيك صاير بلبنان هلا. ما فيك تحط غنية ولي انا حد بيصير ياخذ مني بقبرهم، بس انه ما بيجوز. ابو مجد بصراحه، هل ترى أنه اللجنة اللي هي موجودة بهالبرامج عم بتساير الفنانين المشاركين في مسايرة؟ أخذنا بالمزح، ما حدا قدك بيعرف بالصوت. يعني أنا عم بحكي بالصوت. أنا مرة حكيت مع واحد منهم قلت لك يا زلمي في واحد يعني حط صوته بعيد عن الطبقة شوي كيف بتخدوه؟ قال خايف بدون عبو يا عبو. إذا كل واحد بيقوله لا مش مني، لا مش مني، آخر شيء بيبقوا هن بس مش مش في حدا ما بيكون في بدون مشي برنامج واللي عم بيستفيدوا عم بيطلعوا ملايين من وراء الاتصالات والتليفونات. بس كيف ملايين عم بيطلعوا والناس محرم عطرة، الناس بيبصوا الجيل الجديد بيبص لي تالفين. بس بالنهاية اللي عم بينجح وين عم بيروح؟ وين عم بيروح؟ ولا محل. يعني عدة برامج بهالسنتين ثلاثة اللي وبعدين يعني عم بيكون في بس نجومية. بدك تعمل برنامج مثل هذا بده يكون في عندك يعني مؤسسة تلحقهم له الشباب تساعدهم بالأغاني تنورهم. لك أنا مرة شخص بباريس قام بده يهديني 5 بدلات من شركة بيير كاردان. والله العظيم 15 يوم آخر شيء من ليت هن يروحوا ويجوا ساعة خذ إيه ساعة يجيبوا ألوان ساعة بدنا نعمل شعره هيك ساعة بدنا نطوله سوالفه ساعة بدنا كيف هيك وأنا مثل هبيل واقف هيك بالأوضة باللون بس صار عندي يقولوا إنه إيشو آخر شيء من ليت في ليت. لأنه يعني شركة ما بدها تحترم حالها. اليوم اللي بتلبسك شركة بتلبسك تياب ما بتلبسك كيف ما كان. طيب اليوم هودي اللي ما بيخلصوا من هالبرنامج طيب وين عم بيروحوا؟ ولا محل. يعني بس محل. بس في عندهم نجومية. هلا كيف بصير؟ بصيروا بخلص البرنامج دغري بنحضروا واحد تاني سنه وما عندي الشغل على حضروا برنامج يا خي حضروا هالجماعه اللي عم بيغنوا هالمعطرين يلي حرقتوا دينهم وعملتوا لهم اسم. بروح بيقعد بالباب بصير يحترق شوي 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 بدو 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 هو بيغيب عن الساحه. هذا اكبر غلط اليوم. هيدي برامج تجاريه هيدا في الوطن العربي الفن... بس بالوطن الغربي مش هيك. لما الفن لما الفن ما هذا نحن عم نحكي لما الفن بالغرب غير التجاره. لما الفن بيدخل في التجارة بينتهي الفن. خليها مني أنا. هلا بأوروبا بأمريكا طبعا بيخدوه بيحضروه بيزبطوه بيعملوا الاستديو بكبوه بالسوق وتفرش شو ببيع. نعم نفس الشيء بأستراليا. يعني نفس الشيء بأستراليا اليوم بتعرفي وضعنا احنا بلبنان أو بالعالم العربي. بتعملي استديو تفتقري أنت بيحترق دينك بتدايل تعملي استديو بيرجع لك منه ولا ليرة بيرجع منه. يستفيدوا منه هذه الحرامية وهذا السر إن هو بيستفيدوا منه. أمر أمر فينا بيستفيدش. انا لازم يكون معي 3 مليار اليوم انا على اغنية اللي عم تنجح. ما في ما معي والله. يودي انا من حسابي انا سجلت هول الاغاني حط كلفوني شي 28 دولار وانا 28 فرنك بيجيش منهم بالحفلات. ابو مجد بالبلد هاي منطق بلبنان هاي منطق بالعالم العربي هيك الواحد بيعمل شيء بيفتقر. يعني والله عم بعمل اغاني بس لذل مستمر لذل موجود بالساحة. هي هيك عم نعمله. بس سمعت منك اليوم قبل ما نطلع على الهواء انه يعني بنفس الوقت رح يكون في غنيه كل فتره وفتره. يعني وعدنا انه انا لو كل يوم رح اطلع غنيه. حبيبتي عندي 37 اغنيه بالاستديوهات بلبنان
أنا لو بإمكانيات الوضع كويس ما بتفرق معي، بس بكلفوا مئات الألوفات الدولارات، شو منين بشو بحبش حد يعني لحتى نزلهم. ما في شغل، صارنا سنتين إحنا بلبنان قاعدين لشغل العاملة قاعدين. تعمل حفلة قبل الحفلة بيوم ثلاثة بتعلق بطرابلس بيلغوا العالم، تعمل حفلة قبل يوم ثلاثة بيطلع انفجار بيلغي العالم. هيك مقضينا بلبنان، مثل الفيران ولا مثل القطة والفارة، مثل الشام والفارة، هيك مقضينا. مؤسف. ويمكن... كيف بدك تعيش ببلد الناس مش عارفين شو مصيرهم، مش عارفين شو المصير بلبنان. انا عم اقول لك اياها بكل صراحه، بيظهر واحد من بيته ما بيعرف اذا بيرجع البيت، بيظهر واحد يا ماما دخيلك يا ماما انتبه ناطرينك عشيه بالبيت. هيك هذا، هيك هذا وطن، نحن هيك بنعيش بوطن هيك، وما فرق معهم الاحزاب، مش فرق معهم الاحزاب، مهمهم الشعب، والشعب مثل مجذب بحبون وركضين وراهم مجذب، وانا على راسهم. انت على رأسه لانك بتحب لبنان، ما فيك تغادر. في بلد بالعالم في 600 حزب، في بلد بالعالم في 6000 جريدة، 6000 مجلة، 20-30 إذاعة، هاي مش صايرة بكل بلدان العالم، وبلد فيه 6000 طائفة. كيف بدك كل طائفة عندهم إذاعتين ثلاثة، وكل طائفة نصها يميني ونصها شمال يساري، وكل واحد بيفتح إذاعة. عامل لك فوضى ما مش طبيعية بلبنان. الله يستر هالبلد، حرام طعام. الله يستر ابو مجد. معقول نص شعب، اكثر من نص شعب اللبناني كله بالهجره اليوم؟ هيدا منطقه هيدا. بيجي واحد بيشتغل بضبط حلو بيقع على القرشين بيعمل حلو بده يرجع على لبنان، بيطلع انفجار بيعمل بيرجع مطرح مكان. هيك مضينا ابو مجد، مثل بسين ناطر الفاره تطلع من العش تبع بروب بيلقطها، وهيك تمشي ببط بيطلع الانفجار. رحتي كتاب مذكراتك رح ينزل ولا ما رح ينزل؟ بدي بلش فيه قريبا. يا لطيف مال الكتاب، رح تحكي كل شيء عن كل شيء عن علاقتك، وراح اربط حالي بحبله واقعد بالبيت حتى ما اعذب العالم انهم ظهروا لا لا، احنا بهمنا نعرف حقائق حصلت في السابق، ام كلثوم، الموسيقار محمد عبد الوهاب، هالكبار ووصولا الى اليوم. رح تحكي كل شيء؟ ما كانش هيك الايام، ما كانش عايشين على العيشة هذه. طيب أبو مجد رح تحكي كل شيء، السؤال رح تحكي كل شيء. كل شيء. أنا بعرف إنه في أسرار عندك، رح تحكي يوم. إيه طبعًا. طمنك رح أحكي كل شيء، ولا تعمل باليوم ضج كبير كتير قصة حياتي، ولا تعمل ضج كبير كتير. ليكي كانوا من زمان عايشين للفن، ما عندنا شغل عاملة، ما فيش سياسة. نحن اليوم عايشين بالسياسة مش بالفن. كل سياسة، تأكل سياسة، عبكرة تتروق وتتغدى وتعش سياسة. وشو قال فلان، وشو قال فلان، وشو قال دريطان، وشو قال خريان، ما بعرف شو. عم كنت الصبح بنقهر لك عنا بلد بس بالعالم كله يا شيخ، ما حدا منتبه له. يلا كل واحد هم وطيفته شو بده، وقاعدين يتفرجوا على بعض. وهيدي اياهم. ما في يوم اللي بدك تقيمي غرض من مال لمال بدك تسأل شريكك بالوطن. ابي بيعمرش الوطن، ما بيعمر. أبو مجد، أنا وعدتك مش رح أحكي بالموضوع هيداك، بس في 16 شخص نفس السؤال، يعني ما بعرف شو بدي أعمل مع مستمعي صوت الغد اللي عم بيسمعونا هلا. بدهم يعرفوا أول شيء أبو مجد، ليه صحافي كتبت إنه حضرتك نفيت إنك حصلت على مبلغ من نجوى كان، ورجعت بعدين قلت انه مبلا ودفعت المبلغ؟ حطيناها على الـLBC. نعم. وصلت المقابله؟ وصلت، اكيد وصلت بالمعلومات، حتى انترنت كمان ذاكرين يعني، بس حابين يعرفوا منك بصراحه حبيبتي. نعم اللي حكيته مظبوط، اندفع المبلغ. بس انا بتضايق انه احكي في الموضوع، بتضايق اللي حكيته على التلفزيون على الـLBC مع رودولفو ورجع. هيدي القصه المظبوطه. هاي القصة المضبوطة 100%. وأنا لو ما وعدت إنه ما بقى أحكي في الموضوع، برجع بقوله هلا شو فرق معي، بس إنه موجود هو على شو اسمه. رح أقول لك شغلة، معلش يا أستاذ مفيد، رحنا على أمريكا أنا وياها ومدام نشتري بيوت بلاس فيغاس. هي اشترت 10 بيوت قبل ما تروح، اشترتهم عن طريق شركة.
عرفت انا قالت لي انا بدي اروح اذا بدك تروح مروح. رحت انا بدل ما برمنا الدنيا حتى قدرنا لقينا 7 بيوت. جينا على لبنان دفعت حق 5 بيوت انا. عم بحكي انا قلت له انا الـ7 2 هذيك ما راح فينا لانه غاليين شوي ما راح فينا ياخذهم لانه انا عندي كثير يعني شاري كثير شغلات بلبنان. قلت له وما عنديش امكانيه هلا كاش وبدي بيع ارض لاشتري هونيك. لا قلت له انا بعطيك قلت له ترد لي هون. قلت له كلك سوا. طلعنا على البيت اخذنا المبلغ منها ودفعنا وان حق البيوت ورجعنا. صار مشكله المشكله ما راح احكي اكثر منها انه صار مشكله صار في اهمال صار في عناد ما عاد في اتصالات انا يا برجوي كل ما يصير معي المبلغ نعم نتصل فيه ما ترد علينا. انا نزار فرنسيس ايطالي فيني ايطالي فيني ما حد يرد. اخر شيء بوب هجموا فرد مره مثل الببير علي امنا تاني هون شاب صاحبي دفع المبلغ وعندي شقفه ارض انا بحراجل اعطيته اياها مقابل 300,000 هو هي القصه. بس الاهمال قلت لك والعناد وصل القصه لهون. يعني مش بينتكم المساله هالصداقه الكبيره بين تبي اعطتني ال 300,000 من دون ورقه وقلم ولا سند ولا شيء ولا شيء. انا يعني لو بتشغل علي 20 سنه ما فيها تحصلهم. بس انا عندي ضمير مره وقفت حدي بكل المصريات دغري دفعنا لهون انه العالم ميرسي كثير. ما هيك انا اسمي ملحم بركات يا ستي. انا جدي كان حط امانات ببيته كل بشيء فيها مصاري الله وذهب وحطون أمانة عن جدني بليرة ما يأخذ من حدا. ما كان في بنوك هذيك الأيام. هل برأيك أنه برأيك أنه هذا البيت أنا من هذا البيت أنا بدي أكل مصاري على الناس. بس طبعا لا شو الإهمال وقلت وهيك إهمال والعناد نشوى فيها شغلة بشعة كتير 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 كتير. إذا بتزعل أنت يا بطل تبدي عليك هاي المشكلة عند نشوى. بس الثاني كويسة وحنوني وبتساعد بس ما بعرف شو بصير له. فاذا بتلومه لانه ما ردت عليك وصار في سوء تفاهم و ما كانت ترد. انا بقول لك شو شخص في شخص من امريكا فات على الخط صار يشتغل معه صار مفكر انه كل هودي متعبين لنا صار يبعدهم واحد ورا الثاني. انا حكيها مع الرجل حكينا على التلفزيون حلو كثير القصه قصه خرج مسلسل يعني انا حنا كلنا صرنا برات بعيد عنها كيف ما كيف ابدا. وعندي غنيتين انا اعملهم عندها بالبيت عندما عديت هي حلوة اعملهم انا بالبيت. نعم طلبت انه بدي اياهم بقوم ماذا زلمه قال احنا قررنا بتعطينا المبلغ تبع نجوى بنعطيك. ونجوى قلت له خي انا مش هيك متفق مع نجوى كان صار القصه شيء 20 يوم قلت انا ليش هيك ضغط علي. قلت له خي هلا ما انا ما معي هذا المبلغ انا متفق مع نجوى مش هيك مش مع مهلي. قلت له طبعا مع مهلك ولا يهمك او بتاخذ في اخر بعد تاخذ بالمبلغ كمان كم غنيه منهم اذا بدك يعني من هناك ريحتني. بعدين قلت انا لا قلت له طيب خي اعطيني احكي معنا شوف ليش صار هيك القصه. قال لي عندي ناس من هون انا بس قال لي عندي ناس ما بعرف شو عصبت كثير ضيقت. ثاني يوم دقيت له مره دقيت له ما ترد دلال سنتين ما حدا يرد. قال له نزار فرنسيس خي دق انت ما حدا ترد عليك ما ترد. نبعث له مسجات ما ترد. يا اختي ما ندفع لك المصريات ما ترد. طب انا شو ذنبي؟ نعم شو ذنبي يعني بنزل بالباراشوت على بيتها على السطح من فوق واخذ المصريات. بس بالاخر يعني واحد بيقلل الاحترام مع الناس نفسه تقلل الاحترام بس ابو ماجد عذرا يعني طلعت براسك بالاخر يعني صحيح انه انت حاولت بس الصحافه ما كتبت هيك. بالعكس طلعت براسي هي وبراسي مع بعض طلعنا طلعتنا. انا مدي انا بحاول انه نجمد القصه لانه نعم ما في حدا بينأذى لك بالرجالية بتعمل غنية بتنسى وأنا بعمل غنية ما أنا نزلتنا هلأ الغنيتين عم نسي العالم كله وأنا نسيت شفت كيف ويا مرحبا ويا مرحبا ويا مرحبا وعد الأيام الله عد الأيام عد الأيام أنا بحب عد الأيام كثير كوبلي عد الأيام اللي عم تمشي فينا وتروح دمعة من سي على رمشي يا ضيف فيك 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 تغني هالمقطع رمشي محل ما صوتك مبين مثل هدير المي الناعم السلس العذب يا مدام يا مدام يا مدام الله عد الايام اللي عم تمشي فينا وتروح ودمعة من سيي على رمشي بتداوي جروح في احلى من هيك فرنسيس ليش بنجح معي نزار لانه نزار بحس بيعرف شو بدي ونزار من الشعره يلي بمحه يعني بدي له هالكلمه مش عجبتني بيمحيها دغري فورا بيبلي غيرك
هيدا نجح نزار فرانسيس. اما في ناس عنده خلاص بسمع اكثر من هيك ما بغير. اما نزار بغير شعر كبير. وهل هل التعاون هالتعاون هلا بس انزل على بيروت كون انا تعبيت من هون شحنت منيح فنيا وعرفت كيف الصوره اللي مش حالي مضبوط نص حالي مضبوط على اللحم بعجين وبنزل لك بدي احط صوتي على غنيه ما في وفا بتقول ان شاء الله بتسلموا يا بشر مات الوفا لا تسالون الحب مع مين اختفى بالليل ضيعته وما لحقت ودعته أنديل ولعته بإيدي وانطفى. الله 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 أكبر. شو هذا؟ روحي عمي روحي. مين هني أكبر الأوفياء بحياة ملحم بركات فنيا؟ نزار. حلو. أما في شخص يلي ساعدني وقف حدي بالمحنة هذه قال لي بتريد أحل الموضوع وضل هالقصص هذه قلت له مثل ما بدك أنت شو بدك عمود وراح اخذ تشيك ب 300,000 طلع له تفضل هاي 300,000. هذا قديش حقه هذا الزلمه؟ مين قديش حقه هذا الزلمه اللي بيعمل معك هيك يا اخي؟ كل الوفاء انه شو له معي؟ لا انا شو له معي؟ لا بده ياخذ مني الحان هو بغني. شو عندهم شو اسمه سان جوزيف ببيروت. قلت لي سان جوزيف فعل الفحص. بس انه قديش حقه هذا الزلمه يلي بيقف حدك هيك مختبر سان جوزيف؟ قديش حقه هذا الزلمه يلي بيقف حدك بيقول لك هاي 300,000 وقال لها إذا بتجي ما ننهي الموضوع. ولا أنا ما صارتش دغري زين يما يعني ذات الأرض عندي. بس شخص لما بيكون هادي بده يكون بحبك. عم بقول لك إيش حقه هذا الزلمة. هادي محبة لا توصف. ما بيتمن هذا. نعم ما بيتمن هذا ما بيتمن. صحيح. اليوم واحد بده يعطيك مصاري يا مستحلي مرتك يا مستحلي بنتك يا مستحلي الله ما بلا ما نحكي اللي طلعتني على الصبح. صحيح. فلتنا نحن بس إنه بلا ما نفتح. أبو مجد ما بيقدر ما يفلت بالحكي يعني إلا هم نحكي سياسة حكينا تقبريني أنا أنا فنان عايش بين الناس مش عايش بقصر أو بفيلا. أنا عايش بين الناس بعرف مأساة الناس. أنا بتطلع بقف في ترمبة بنزين ببلوني أصحابي بيت صغير بقف عنده بتطلع بتلاقي واحد نزل بقول له حط لي بعشرين اللي كان حط كان له فول اللي حط لي ب20,000. شفت هذا لبنان هيك؟ هيك بدوني أنا بلبنان؟ هيك بدوني انا هلا عكريت؟ شو بدك تعمل؟ قلت لي هلا مين اللي عكريت؟ عكريت كلهم. مش عيب مش حرام؟ عيب وحرام لانه اللبناني ما بيستاهل. بتخانقوا على وزاره قالوا بتخانقوا على خر حمار راح راي ضابط بحالهم بقى حلوا عن الله طبعا عاصم الحال قالوا لك كلمه كبيره اثنين. ابو مجد نحن كثير مبسوطين بوجودك معنا. بيجي اجنبي امريكاني استرالي كندي بركي ما بعرفش بيزعل لبنان بيكون هيك موظف الشركه بقول لك بعشق له قلبي فل لك الاجانب بتلاقيه بعشق له قلبي فل شو بتلاقيه تجوز وحده وعمر بيت وقعد بديش لبنان ونحن قاعدين نترك لبنان شو هالفوضى هذه؟ طيب ما هيدا الواقع اللي عم نشوفه اليوم انه اللبنان بعرف انه عم نشوفه بس يعني عم بقول لك انه حتى المغترب حتى المغترب اللي عم بيروح على لبنان عم بيبيع بيته الأمريكاني بسفير امريكاني ضل بلبنان مفلش بحب ايده ضل قاعد هنيك قال لهم بديش اترك لبنان حب اكل لبنان ابو مجد بحب لبنان بتموت فيها وغرب هني ونحن اولاد البلد عم نفل شو هالمنطقه هذا شو هالمنطقه شو السياسه شو هالشعب الغافي هذا مؤسف نحن كرمال هيك عنا أبو مجد ملحم بركات سفير للبنان في الخارج وحتى حضرتك موجود بلبنان يعني بنتمنى أنه كلامك يوصل لهم كل اللبناني بتحديهم إذا بيحبوا لبنان قدي بتحديهم والله العظيم إجوا بدي يعطوني بكندا الجنسية رفض إجوا بدي يعطوني بأمريكا رفض حاولوا أصحاب كتير هون يعطوني رفض قلت لهم لو انتهى لبنان معش موجود على الأرض بيحمل ورقة مكتوب عليها ملحم بركات ابن لبنان سابقا. حلو 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 أبو مجد بدي أشكرك ورح شوفك إذا الله راد بهالجمعة. لك حتى السفير الفرنساوي في سفير فرنساوي جوز بنت لبنانية وبقي بلبنان قاعد عمر وبقي بلبنان ولك عم الغرب بيموتوا بهالبلد وبيعدوا فيه تحت الخبيط والشبيق والتفجير والانفجارات ونحن اللبنانيين بنحمل حالهم منفل. طب يا أبو مجد طب ما نحن اللبنانية إذا رحنا على لبناني أبو مجد شو بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ اللي تعود يعيش على نمط مش عم بلوم لا مش عم بيحكي قصدي اللي عم بلوم اللي عم بفلوا إنه نحن الغرب بيقعدوا ببلدنا بموتوا فيه بحبوه نحن بنتركوه مثل ما نحبوش هذا اللبناني لأنه سببه الزعامات بلبنان هودي الزعم بلبنان بيقول لك
خلص ما بديش ارتاح الى اثنين لانه خلص سكينه. ابو مجد اللي 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 نمى عيله وبناها في الخارج ووصل اولاده الى مراكز بيرجع ما حدا الا ما عم بيرجع. انا بعرف كثير ناس رجعت من استراليا, بعرف كثير ناس رجعت وهلا رجعت فلت, وبعرف ناس مين كان لو امريكا رجعوا على لبنان وفتحوا مطاعم وفتحوا مؤسسات سكرون وفلوا رجعوا. قلت لهم هلا بكير طولي بالكم, انا وبعرف انا النفسيه اللبنانيه, بعرف شو عم بيصير بلبنان, بعرف الاحزاب شو عم بتفكر, من هيك انا بقول لهم ما تعذبوا حالكم. لبنان ما بي ما ما مش ممكن, مش مش حي مش حيزبط لبنان, بده يرجع تنبنى قانون جديد, قوانين جديد, دستور جديد, بدنا نتفق, والا ما راح يزبط هيك, كل واحد مهوشن مثل ما هو بده, ما راح يزبط. ابو مجد بتعرف كم اتصال صار وارد عنا والكل بايدوك ومنهم الكل بايدوا الكلام اللي حضرتك بتقوله, الاتصالات والعاني عندي الكل بايدوا كل كلمه عم بتقولها بيوصلوا لك سلام. غلط انا عم بحكي وجع الناس, انا ما انا موجوع كمان, ما انا انسان موجوع, انا مش كمان عادي ما منش موجوع, انا مثل كل العالم, انا بنقهر 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 والله العظيم بنقهر. عندنا بلد بيسوى العالم كله, مش بس بيسوى هيك العالم, ما فرق معه. ما انا مره قلت له انتوا اللي خلي ظهروا اللبنانيين كله, المغتربين الموجودين بالعالم كله يروحوا على لبنان واللبنانيين الموجودين ظهرون مطرحون, شوفوا كيف بيهدوا لبنان, لان المغترب صار يعرف قيمه لبنان اكثر من قبل ما كتروا تركوا, صار معلق فيه اكثر لانه طبعاً. عم بيشوف طبعا بتشوف اللبناني هون باستراليا ماشي بالنظام يعطي بيرجع بيزرع برود تلاقي بلش يعمل فوضى بتغرب, بيشوف اللبناني كيف عم بيعيش بالفوضى بيرجع بيعيش بالفوضى, عرفت كيف؟ نعم. الحاج يتعود هون على النظام بيرجع العبرود لأن الناس كلها فوضى, فوضى بيرجع بيمشي مع الفوضى. اللبناني وما أخذتين بيمشي, طب ما بده يمشي بالتيار, ما هيك عايشين بلبنان كيف بده يعيش؟ تفهميني انت ليش عم بده يمشي بالتيار؟ لانه هذا اللبناني هيك ما في ما في ما في اسرع منه بكل شيء اللبناني, وفي اذكى منه بالعالم فش بتعدى. ما انا بسافر بشوف برا تلاقي هذا مستشفى اكبر مستشفى بامريكا رئيسه, لك كيف هيك لبناني بتلاقي رئيس المستشفى كل مستشفى الامريكان عم بيموتوا لا يعملوا مدير على المستشفى, بتلاقي لبنان عامل مدير وعامل شمالك, لك خي ليش ما بنستغلوا هذا بلبنان هذا العالم هيدي, ليه ما هذا اللي بيقهر انه لا بتفلوا صحيح بتفلوا لانه فيش حياه في فوضى ما فيش حكم في زعم عكريت. نعم. ولا يهمك أبو مجد, بتصور أنه حكيت عن لسان كل لبناني, كل بيت لبناني اليوم, والكل بأيدوك من خلال اتصالاتهم وسلاماتهم لألك, وأنا جدا سعيدة بلقائي معك ورح شوفك إذا الله راد خلال هذا الأسبوع. وصدقني أبو مجد يعني اسم كبير من وطني لبنان, حضرتك قيمة كبيرة ما بتهزك الجبال, وخير سفير للبنان. أنا بعتذر على كل الكلام اللي حكيته بس من وجع. ما تعتذر, كله صح, كله صح. أهلا وسهلا فيك يا هلا أبو مجد. شكرا. كان معنا الموسيقار ملحم بركات بلقاء مباشر عبر صوت الغد. بدي أشكره طبعا جزيل الشكر على هذا اللقاء اللي خصنا فيه لصوت الغد. حفلتين اثنين للموسيقار ملحم بركات بسيدني, Saturday 22nd of February 2014 وSaturday 1st of March 2014 بالبلفيو ببانكستاون. اللي حابين يحجزوا يمكنهم الاتصال بالأرقام التالية 0488 870 700 0488 870 800. تحياتي لكم جميعا, بهيك بينتهي لقائنا لليوم. مجددا بدي وجه تحياتي القلبية لكل اللي تواصلوا معنا بالبرنامج. أبو مجد بدي أشكرك شكر كتير كبير من قلبي على هذا اللقاء اللي خصيتنا فيه, وقلت بالبداية ما راح تحكي ورجعت حكيت, وبشكرك على صراحتك. مشواري معكم بيتجدد نهار الاثنين المقبل. مني أنا سوزان, أطيب الأمنيات, have a great ويكند يا رب, وبلكن هلا باي باي. تعليق, سؤال, اقتراح او اغنية بتحبوا تسمعوها, اتصلوا بسوزان 8120 1010 8120 1010, SMS 191918, وبلشوا الاسماس بكلمة tomorrow number 2 MORO, email susan@sawtelghad.com.au.